لما جوزيه اداك الشرع؟ لا، لان كانت متوقعة مثلا؟ ما كنتش متوقعة، لان هو فاجئ كله اصلا. هو دخل الغرفة من النهاردة: عصام مش الكابتن، فمين الكابتن؟ فانا بلال رفع ايده، انا متذكر، فانا فاكر ان انا لعبت قبل بلال، فقلت لا انا. فالكابتن حسام دخل سأل ماهر عبد العزيز، فهو دخل قال: من النهاردة شادي كابتن الفرقة. وقال جملتين انا فاكرهم في دقيقة، يعني قال: كابتن الفرقة يمثلني اوبا. ودراعي اليمين ده اللي لما حياتي. ادالك الشاره ما كانش قالها قبلها. ما كانش قالها. فقال: كابتن الفرقة بيمثلني، وده دراعي اليمين جوه وبره الملعب، واللي هيقوله لأي حاجة تمشي فورا. فبيديك اكسبشن برضو، بيقويك على عكس ما يضعفك. هل ده أثر على علاقتك بالحضري؟ الكلام مصطنع، وكان في الإعلام الطبيعي بيعملوا مشاكل. ما كانش فيه مشاكل، بس أحيانا كان في ناس بتبث الفتن في الإعلام شوية، كان عدوا الموضوع أكبر من حجمه. لكن في الأول وفي الآخر كنا فرقة واحدة وبنحقق إنجازات مع بعض. وأنا على المستوى الشخصي كنت بحب الحضري جدا، لأن حد كان مخلص في تمرينه مش طبيعي، دي حقيقة نعم مش طبيعي. حتى نادر جه بيتمرن 4 تدريبات في فترة الإعداد لوحده، وشوفه كان قطي على الجيم، كان بينزل يروح يتمرن 3 تمرينات. لكن أحيانا كنت بزعل من بعض الكلام اللي كان بيتقال وأعرفه. فما بحبش العداوات طول عمري. بحب نعم. احنا فرقة واحدة وبنحب بعض صحيح. وبنكسب مع بعض. ما دخلتش في اللغط ده كتير يعني، وده حتى كان تلاقي عمرك ما تلاقي اتكلمت على الحضري كلمة يعني. طيب.